انت فعلا الصندوق الاسود للفن. ما انت في النهايه فشلت واخده طريق الاثاره، بتخلط الامور وبتتكلم في حاجات هي ملهاش فيها. لا لا عيب عليك. مش هرد انك وقفت 4 سنين في الازمه دي، او مش هضربه بس هعوره. عارفه لو واحد اخد مني قلم ممكن ما يقومش. اكيد في عقد ناقصه. عمري ما قلت ان الفن حرام. شفتي شكلك بتكذبي. الهروب من الواقع. بتتجوز عمرو زكي ما ينفعش تتجوز بعده ولا ايه؟ مش ده باظ حضرتك. افسدت الذوق العام. لبناني بيرفضوك، بمصر راح يحضنوك. اللي بيقول ان المخرج رب العمل وانا صاحبي وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش مسامحك ليوم الدين. لازم تقول لي كلام منطقي. ريهام حجاج لا تعلم مكان المونتاج فيه. انا من اعظم ممثلين مصر. لا 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 لا، مع الستات انا غلبان جدا. انا ما عرفكش، ولو شفتك هقطعك. لا تجرؤي عليك، اتدخلي في حياتي الخاصه. اللي بعده. انا مش عايزه كل الناس تحبني. كنت بعمل الا الصح ومصلحه مصر. انتوا يعني داخلين في حتت عشان تطلعوا واحد غلطان بس.